الجماهير انا شفت لها صور كتيره يا باشمهندس واقفه طوابير عشان تاخد المسحه. يعني أيوة. حتى مش واقف طابور عشان هو اوكي حجز التذكره الكتروني ودفع سعرها، بس عشان يستلمها لازم نروح يعمل المسحه. فشفت صور كتيره الحقيقه. طبعاً احنا في السجن الطبي اللي احنا فيه ده محدش بيخرج، لكن يعني شايف صور كتيره للجماهير في صفوف. بين فاهمين الاجراءات، مشاهد اعتدنا عليها، والجماهير نفسها خلاص اعتادت على هذا ومتقبلاه وبصدر رحب، ويعني ولسان حالهم كل شيء في سبيل الأهلي هو